عندنا قاعدة قلنا استعملها على السنة والجماعة، وهي آمن تهتدي، آمن تهتدي. طريقة أهل السنة والجماعة الاستدلال أولا ثم الاعتقاد ثانيا، يعني نمشي خلف النصوص الكتاب والسنة. طريقة أهل الباطل نسأل العافية والسلامة أولا يعتقد ثم بعد هذا يلوي أعناق النصوص. إذن لابد أولا أن نستدل، فإذا جاء الدليل ماذا نقول؟ آمنا وصدقنا وسلمنا. مثال، يأتيك حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، تقول ماذا؟ تقول آمنا وصدقنا وسلمنا، أؤمن أن الله سبحانه وتعالى ينزل نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته لا يماثل نزول المخلوقين. إذا قلت هذا يهدك الله. إذن النتيجة، البداية قال آمن، فالنتيجة تهتدي بإذن الله تعالى. وعلى هذا سار السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم، آمنا وصدقنا وسلمنا، بداية الدرس الجديد. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: المتوفى سنة 21 و300، وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. واحد واحد أحسن. وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى. النبي عليه الصلاة والسلام عبد، ما معنى عبد؟ عبد أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من خصائص الربوبية، فكل من يستجير بالنبي صلى الله عليه وسلم يصرف للنبي صلى الله عليه وسلم ولو شيئا يسيرا من خصائص الربوبية والله لم يشهد أنه عبد. كذلك عبد هو أعبد الخلق عليه الصلاة والسلام، لا طريق إلى عبادة الله إلا عن طريق عليه الصلاة والسلام. العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، العبودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عبودية عامة، عبودية خاصة، عبودية خاصة الخاصة. عبودية عامة هذه تسمى عبودية قهر، تشمل كل الخلق مؤمن وكافر، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا تحت قهره وتصرفه. العبودية الخاصة هي عبودية الذين استجابوا لله والرسول، أهل الإيمان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. كل الخلق لا، الذين استجابوا لله والرسول. نعم. العبودية الثالثة هي عبودية خاصة الخاصة للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم كملوا العبودية، ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى مقامات الرسالة في مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده. في مقام التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. في مقام إنزال القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. إذن بل أعلى وصف يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما أنا عبد، فهذا أعلى وصف يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم، فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة، نقول هو عبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام، ورسول لا يكذب. فلا بد أن نجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين العبودية بأنه لا يعبد، وبين الرسالة بأنه لا يكذب، تميز عنا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال هو عبد. نعم. وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. نعم. هو عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، نبي ورسول، نبئ عليه الصلاة والسلام بإقرأ وأرسل بالمدثر. نعم. وإنه خاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وإذا ختمت النبوة من باب أولى تختم الرسالة، وكل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو والله كاذب وكافر كفرا أكبر. نعم. وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. سيد المرسلين، النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، أما السيد الذي كمل في سؤدده، كمل في ربوبيته، كمل في ألوهيته، كمل في أسماء وصفاته، هذا لا يمكن أن يكون إلا لله. ولهذا عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى،
يعني السيد الذي كمل في سؤدده، كمل في ربوبيته، في ألوهيته، في أسماءه وصفاته. لكن السيادة المقيدة تصح، تقول النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، نعم. تقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، تقول فلان سيد بني فلان، يصح السيادة المقيدة تصح ولا إشكال في هذا، نعم. قول أن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله وإبراهيم خليل الله، هذا فيه يعني شيء من التنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخلة أعلى درجة المحبة، والله سبحانه وتعالى يحب ويحب، لكن ليست المحبة كالمحبة، ولا الود كالود، ولا الخلة كالخلة. ونثبت لله سبحانه وتعالى هذه الأنواع الثلاثة، محبة وود وخلة، فأعلى درجات المحبة الخلة. ولهذا فيما نعلم والله أعلم لم تثبت الخلة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، فنقول أن محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله سبحانه وتعالى، نعم، هذا أولى، نعم. وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى نبوة بعده طغي وهوى، نعم. هو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، نعم. إلى من بعث عليه الصلاة والسلام؟ إلى قوم خاصة، إلى الإنس، إلى الثقلين. ما معنى هذا؟ أن كل من بلغته دعوة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كل من بلغته دعوة محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو كافر كفرا أكبر، كائنا من كان، يهودي، نصراني، مجوسي. قال والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. إذن كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، نعم، عليه الصلاة والسلام. خليها الآن امشي، نعم. وإن القرآن كلام الله منه بدا، الآن يبدأ يفصل في كلام الله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم يثبتون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي مسموع له صوت وحروف، يتكلم متى شاء بما شاء مع من شاء كيف ما شاء. نثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وصفة الكلام لله سبحانه وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. لأنه كيف أن الله سبحانه وتعالى يعطي الكمال للمخلوق ويكون سبحانه وتعالى ناقص؟ لا يمكن أن يكون هذا. الكتاب، أدلة الكتاب كثيرة جدا في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، من أقوى الأدلة يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا من أقوى الأدلة، يقول أنه سماه كلام وقول ويسمع كلام الله، ونداء، النداء للبعيد والمناجاة كل القريب، نعم. وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه، أدلة كثيرة جدا. من أقوى الأدلة في السنة، من يقول لي أقوى الأدلة في السنة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى؟ حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها. أي إنسان ينكر صفة الكلام لله سبحانه، إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، تسأل إذا نزلت منزل تخاف، إذا استغفت، كانت الاستغاثة بالمخلوق في هذا الموضع فيما لا يقدر عليه إلا الله، ما حكم هذه الاستغاثة؟ شرك أكبر، صحيح. طيب عندما تنزل منزل وتخاف ماذا تقول؟ لابد يقول أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الاستعاذة بالمخلوق شرك أكبر في هذا الموضع. فإذا تقول أنه كلام الله صفة من صفاته، استعاذ بالله وبأسمائه وصفاته، فأنت موحد مثبت لله صفة الكلام. وإلا لو تقول أن الكلام مخلوق فأنت تستعيذ بالمخلوق فيما لا يقدر عليه الله، فهذا شرك أكبر، مفهوم؟ نعم. العقل، نعم، وإجماع الأمة. أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكلام لله،
ثم لا يكتفوا بهذا كما صنع الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية، ثم يثبت أن القرآن كلام الله. لماذا يعني هذا التطويل؟ لأنه وقع إشكال في هذه المسألة، فعندما يرد الإشكال ماذا نصنع؟ نكثر من الأدلة. الآن الشيخ سعيد يطالب فلان من الناس بمليار دينار كويتي، ووجد 100 شاهد، فماذا يصنع؟ هو يكتفي، الأصل يكتفي ما باثنين صح، لكن يقول لو أجمع على هذا الكرة الأرضية والله أجمعهم عليه شهود حتى أقطع عليه الحجة، صح؟ فما بالك ونحن نريد أن نثبت لله سبحانه وتعالى ما ينكر هؤلاء خاصة في هذه الأزمنة. نعم، ولهذا يعني قد يطيل أحيانا يعني في مواضع يعني يتكلم فيها، وقلنا لماذا؟ لأنه يكون هذا الوقت لهذا المؤلف يعني كثر الكلام في هذه المسألة. نعم. وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيف، منه بدأ يعني هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، والكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتلو علينا القرآن، فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو كلام الباري سبحانه وتعالى. إذن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا. نعم. منه بدأ بلا كيفية، منه بدأ هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى ابتداء. نعم. بلا كيفية تقدم معنا، ما معنى بلا كيفية؟ نثبت أن لله كيفية تليق به سبحانه وتعالى، لكن هذه الكيفية لا نعلمها، والسؤال عنها بدعة. والكيفية تعلم إما بالمشاهدة أو بخبر الصادق أو برؤية المثيل إذا كان له مثيل، ونحن لم نرى الله ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية، وليس له مثيل سبحانه وتعالى. نعم. وأنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام. فالقرآن منزل غير مخلوق. من يقول أن القرآن مخلوق هذا معناه أنه كسائر المخلوقات. الآن هل نأخذ أوامر ونواهي من الشمس، من القمر؟ ها؟ لا. وقال الله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، فغاير الله سبحانه وتعالى بين المخلوقات والأوامر. والذي يقول أن القرآن مخلوق هذا معناه أنه كالشمس والقمر، لا يمكن نأخذ منه لا أوامر ولا نواهي. نعم. قال وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا. نعم، أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام وحيا. نعم. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق. بالحقيقة مضطر هو لهذا الكلام. الآن المجاز إشكال يعني قد لا ينتهي أحيانا، فماذا تصنع في هذا الباب؟ حقيقة ومجاز. ينقسم الكلام من حيث إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى خبر وإنشاء تقدم معنا بالأمس، ومن حيث التركيب إلى اسم وفعل وحرف، ومن حيث الاستعمال إلى حقيقة وإلى مجاز. فاللفظ المستعمل في ما وضع له هذا حقيقة، واللفظ المستعمل في غير ما وضع له مجاز. تقول أسد للحيوان المفترس حقيقة، أسد للرجل الشجاع مجاز. هل نثبت المجاز أو ننفي المجاز؟ انقسم الناس في هذا الباب إلى أقسام. القسم الأول أن الأصل في الكلام الحقيقة ولا مجاز، لا في كتاب ولا في السنة ولا في اللغة، وانفي المجاز بالكلية وتقول لا مجاز. لماذا؟ لأن القول بالمجاز، تقسيم الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز، اصطلاح حادث بدعة ضلالة بعد انقضاء
انقراض القرون المفضلة الثلاث، لم يقل بالمجاز لا أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين. ثم الثاني، لماذا ننفي المجاز؟ لأن من أقوى الأدلة على نفي المجاز يمكن نفيه، وكل شيء أمكن نفيه بطل الاستدلال به.